إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وهادينا إلى كل خير محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله عز وجل وتفكروا في سرعة مرور الأيام وانقضاء الليالي، وتذكروا أن هذه الدار إنما هي دار عمل وابتلاء، وأننا جميعا مرتحلون عن هذه الدنيا، فليس في هذه الدنيا إلا الاجتهاد والعمل الصالح، فكلنا راحلون عن هذه الدنيا. أحبتي في الله، حل بكم شهر رمضان المبارك بخيراته وبركاته وجوده وإحسانه، بذكره، بقرآنه، بتهجده، لكنه سرعان ما انقضى ورحل، وهذه هي حياة الإنسان، لحظات عابرة ثم بعد ذلك يأتيه الأجل وينقطع العمل. فماذا هو قائل لله سبحانه وتعالى يوم يلقاه؟ إن شهر رمضان الذي وافانا بالأمس القريب ثم ارتحل عنا سيقف شاهدا بين يدي الله عز وجل، شاهدا لمن عرف حق وفضل وقيمة هذا الشهر الكريم، فاستثمر أوقاته بالطاعات والقربات وبالعمل الصالح، وهو شاهد على من فرط وضيع ولم يستثمر هذا الشهر الكريم بصالح الأعمال. فمن قدم لنفسه في هذا الشهر عملا صالحا يقربه إلى الله فليحمد الله وليستمر على الطاعة وليستقم على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومن ضيع وفرط فليتب إلى الله قبل أن يأتيه الأجل، فليعلن من هذه اللحظة صلحا مع الله سبحانه وتعالى، فما يدريه و
وما يدري إنسان ماذا يكسب غدا، ولا يدري بأي أرض يموت. فعلى الإنسان أن يستثمر حياته كلها بالطاعة والقرب منه سبحانه وتعالى، لأن الحسنات كما أخبر الله، لأن الحسنات يذهبن السيئات. فقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عباد الله، إن شهر رمضان الذي كان ضيفا عزيزا علينا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ذلك أن الناس في شهر رمضان لهم حالات مختلفة، فمنهم من وافاه شهر رمضان وهو مستقيم على الطاعة، محافظ على فرائض الله، محافظ على الجمع والجمعات، فجاءه شهر الخير والبركة فاستثمره بالعمل الصالح فزاده خيرا على خير وبركة على بركة، فهذا تناله رحمة الله لأنه من المحسنين. ذلك أن الله يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومنهم من وافاه شهر رمضان وهو مقيم على الطاعات والفرائض، محافظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن لديه ذنوب لكنها دون الكبائر. جاءه شهر الخير والبركة فاستثمره بالطاعة والقرب من الله، فهذا شأنه أن يغفر الله له، لأن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. أما الصنف الثالث من أحواله مع رمضان، فمن وافاه شهر رمضان وعنده ذنوب وعنده كبائر والعياذ بالله تعالى، لكنها دون الشرك، وهو بذلك قد استوجب دخول النار، فيأتيه شهر رمضان فيقوم ما تيسر منه ويجتهد بالطاعة والعبادة فيناله الاعتاق من النار. فالناس في ثلاثة أحوال: إما في رحمة، وإما في مغفرة، وإما في عتق من النار. لكن الصنف الرابع هو الصنف الخاسر، جنبني الله وإياكم هذا الصنف. هذا الصنف وافاه شهر رمضان لكنه مقيم مستمر على المعاصي والذنوب، يأتي المحرمات ويترك الواجبات ويضيع الصلوات. جاءه شهر رمضان فما غير في حاله شيء، لم يتب إلى الله ولم يعقد صلحا مع الله عز وجل، أو أنه تاب توبة مؤقتة فعزم في رمضان أن يقلع عن الذنوب، ثم هو في قرارة نفسه إن انتهى رمضان عاد إلى الذنوب وعاد إلى ارتكاب الموبقات والكبائر، فهذا هو الذي خسر حياته، ذلك هو الخسران المبين. لم يستفد من هذا الشهر إلا بكثرة الذنوب والمعاصي. وقد قال جبريل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان
ثم لم يغفر له، قل أبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. عباد الله، إن عبادة الله وطاعته والقرب منه واجبة في كل وقت، وليس لها نهاية إلا بانقضاء أجل الإنسان. يقول الله عز وجل: واعبد ربك يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذي يظن يا عباد الله أن الطاعة مطلوبة منه في شهر رمضان وبعده تنتهي العبادة، فقد ظن سوءا بالله عز وجل، لأنه لم يعرف الله حق المعرفة ولم يقدره حق التقدير. لماذا؟ لأن هذا العبد ما خاف من ربه إلا في رمضان، وما رجا ربه إلا في رمضان، فهذا عبد رمضان ولم يعبد الله عز وجل. إن هذا الإنسان مقطوع الصلة بالله عز وجل. لقد بلغ الجهل في بعض المنتسبين إلى الإسلام يا عباد الله أنه اعتقد أنه إذا صلى الجمعة فقط كفته عن سائر العبادات في بقية الأسبوع، فيضيع الصلوات الخمس، ويضيع صلاة الجماعة، ويرتكب الموبقات، ثم يحضر في صلاة الجمعة ويظن أنه إن حضر صلاة الجمعة كفته كل شيء. هذا جهل عظيم بشعائر الدين. والبعض يظن أنه إن صام رمضان وتعبد فيه وأكثر فيه العبادة لله عز وجل فإن صيامه في هذا الشهر يغنيه عن بقية العام، فيترك السنة، يترك 11 شهرا يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، ثم يعتقد أنه في شهر واحد يكفيه هذا عن سائر العام. إن هذا جهل عظيم بمراد الله سبحانه وتعالى. والبعض الآخر يعتقد أنه إذا حج مرة في عمره فقد كفته هذه الحجة، وهذا جهل يا عباد الله. إننا مأمورون بطاعة الله والاستقامة على أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده في سائر العام. هذه هي الغاية وهذه هي نهاية كل إنسان من مبدأ خلقه حتى نهايته. العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا عبد الله، يا من فرط في نفسه وجاءه شهر رمضان وخرج شهر رمضان وهو ما زال مصرا على المعصية، أعلن من هذه اللحظة، أعلن توبة صادقة نصوحة مع الله عز وجل، لأنك لا تدري لعل رمضان القادم يأتيك وأنت ليس بين الأحياء، فماذا ستقول لله يوم تلقاه يا عبد الله؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المستقيمين على طاعته في سائر العام حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.